أنيتا حاجة تحكي بالموضوع؟ إذا تصرفتي هيك هيمانت رح يحس بالذنب. أنت فكرتي بهالشي؟ ولو حتى هي ما قالت شي. أنا بعرف إنه الغلط كله غلطي. ماما، ماما اعطيني معمول. شو هاد؟ لساتك حاملة هالقائمة وماشية؟ ايه أكيد، بابا بيكون جاب الشيك بعد ما ودوا الطلبية. أول شي بدي أكل معمول كتير. ماما خدي خلي هاي القائمة معي، أنا بدي كل شي موجود فيها. يعني إذا ما جبتي لي حاسوب أنا بدي هاتف محمول. خدي جولين. تعي حبيبتي، عادي جنبي، تعي عادي. ماما خدي القائمة، خديها. جولي شقي هالقائمة، ما حدا رح يجيب شي بالمرة. أصلاً خلاخي اللي صار لهم عندي من زمان كتير. أختي شو هالحكي اللي عم تقولي؟ خير، شو المشكلة؟ ما بتعرفي يعني؟ انرفضت الطلبية كلها. عمي ما وصل على الوقت. يعني هلأ كل خططنا فشلت وأحلامنا اختفت.